السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف السادس الابتدائي، درسنا النهاردة المسافة ما بين نقطتين في مستوى الإحداثيات. مسافة بين أي نقطتين؟ لو أنا عندي أي نقطتين زي ألف وباء، عايز أجيب المسافة ما بينهم. المسافة معناها أن أنا عايز أجيب الطول اللي ما بينهم. المسافة أو الطول أو البعد كلهم نفس المعنى، عايز أجيب المسافة اللي ما بينهم. ألف وباء، يبقى طول ألف باء هو طول القطعة المستقيمة باء ألف، اللي هو هنا طلع عندي 4 وحدات. تمام. طيب ممكن يطلب مني المسافة ما بين نقطتين ومش مديهم لي على الرسم، هو مديني ايه؟ إحداثيات للنقطة. يبقى أنا عندي تعريف للمسافة بين نقطتين، وهي القيمة المطلقة للفرق ما بينهم. قبل ما بعمل أي حاجة بعمل إشارة أو علامة القيمة المطلقة، وبحط ايه؟ علامة الفرق في النص علشان ما اتلخبطش. زي المثال اللي بعدها، جايب لي على خط الاعداد وحاطط لي نقطه الف عند -2، نقطه باء عند 1. اقدر على طول ان انا اعد ما بينهم. -2 -1 ده وحده، -1 لـ0 وحده، -0 لـ1 وحده، يبقى هيطلع 3 وحدات. او هستخدم القانون بتاعي ان انا هقول ان الف باء بتساوي قيمه مطلقه للفرق. ماشي، الباء واقفه عند ايه؟ عند الواحد. طب الالف واقفه عند ايه؟ عند -2. ولازم احط لو اشاره سالبه احطها ما بين اقواس علشان ما تتلخبطش ما بين اشاره الفرق. يبقى 1 ناقص -2 يبقى 1 + 2 جوه القيمه المطلقه، هيطلع 3 وحدات زي اللي احنا عدناها. طيب يعني ايه مستوى الاحداثي؟ مستوى الاحداثي عندي هو عباره عن خط مستقيم اللي هو راسي بيمثل الصادات، وخط افقي بيمثل السينات. عندي شبه، هو شبه خط الاعداد، محور السينات اهو، يبقى على اليمين موجب والشمال سالب. طب محور الصادات اللي هو الراسي فوق هيبقى موجب، يبقى تحت هيبقى سالب. انا لو طلب مني ان ارسم المستوى الاحداثيات، اول حاجه ان انا هرسم المستوى الاحداثي زي ما كنت برسم مثلا خط الاعداد، برسم المستوى الاحداثي بالمسطره وابدا اوقع عليه النقط ايه اللي عندي. طيب عشان يبقى عندي مستوى احداثي، ما بقاش عندي بس الف اقدر امثلها ايه بنقطه واحده، لا، انا يعني لازم كل نقطه هتتسجل بقيمتين او باحداثيين، احداثي سيني واحداثي صادي. طيب ده اسمه زوج مرتب، بكتب السين في الاول وبكتب الصاد التاني. السين دي اللي هو التحرك الافقي، لكن صاد هو ايه؟ التحرك الراسي. طيب عندنا مثال ونبدا نشوف هنحله ازاي. اذا كان الف هي زوج المرتب 5 و4، وباء هو زوج المرتب 5 و-2، وجيم هو زوج المرتب -3 و4، ودال هو -3 و-2. فاحسب ألف باء وجيم دال وألف جيم وباء دال ومساحة الشكل. أول حاجة مسألة هتجيلي كده، سواء جايب لي بقى نقطتين، جايب لي 3 نقط، جايب لي 4 نقط، كل اللي أنا بعمله إن أنا لازم أرسم في الأول مستوى الأحداث بتاعي، خط رأسي وخط أفقي، برسمه الاتنين مع بعض، وابدأ نقطة الالتقاء اللي عندهم دي هعتبر ان دي نقطة الصفر او نقطة الاصل، اللي هي عبارة عن صفر وصفر، صفر على السينات وصفر على الصادات. وابدأ على محور السينات اعد من ناحية اليمين الموجب وناحية الشمال السالب، وبكتب تحت الخط زي خط الاعداد، هبتدي 1 2 3 4 5 6 7، وده خط مستقيم انا مع ايه؟ معرفش نهايته. طيب ينفع اسيب مثلا خطين؟ لا، لازم ما سيبش اي خط، لازم تكون المسافات كلها متساويه. الناحيه الثانيه -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7، يبقى انا كده خلصت السينات. ابدا الصادات اللي هو ايه؟ الراسي، بطلع فوق برضو ما سيبش اي سطور، على اول سطر على طول 1 2 3 4 5، من تحت ما سيبش اي سطور، يبقى -1 -2 -3 -4. طيب خلاص عملت كده، ابدا ابص بقى على النقط اللي عندي، همسك نقطه نقطه. اول نقطه هي الزوج المرتب 5 و4، 5 دي اللي هي بتاع السينات، يبقى انا همشي على محور السينات لحد 5. بعد كده 4 راسي، يبقى انا 4 دي بالموجب، يبقى هطلع فوق. يبقى انا بعد ما مشيت 5 الموجب يعني ناحيه اليمين، هطلع 4 فوق كاني رايحه مشوار. 5 و4 ده بيقول لي امشي ناحيه اليمين 5 واطلعي فوق 4، يبقى مشيت 5 وطلعت 4، ظهرت لي هنا نقطه الف، بحطها بنقطه سودا صغيره او علامه اكس، بس يفضل نقطه ايه؟ صغيره سودا، واكتب جنبها ايه؟ الف. طيب باء هي نفس الكلام، باء السين عندي اللي هو في الاول اللي هو ايه؟ 5 5، يبقى انا همشي ناحيه اليمين 5. طيب -2 -2، يبقى هطلع فوق ولا تحت؟ لا، هنزل تحت، هنزل تحت ايه؟ -2، والنقطه اللي ما بين 5 و-2 هتبقى دي نقطه ايه؟ باء. نقطه جيم -3 و4، -3 ده على محور
الأفقي يبقى مدام بالسالب همشي ناحية الشمال، سالب 3 4 يبقى ايه اطلع فوق 4 ايه 4 وحدات، سالب 3 4 وظهرت عند نقطة جيم، نقطة د سالب 3 او سالب 2 همشي شمال سالب 3 وانزل تحت 2 يبقى انا هوصل ايه لسالب 3 وسالب 2 اللي هي نقطة د. طيب انا دلوقتي عملت الف وب وج ود، خلاص يبقى انا كده وقعت الايه النقط الهوم دي. طيب هو هيقول لي وقع النقط بس؟ لا، ممكن يسالني بقى على حاجه ثانيه، ممكن يطلب مني طول، يقول لي مثلا احسب طول ا ب او احسب طول ج د، ا ج ب د، اسم الشكل، مساحه الشكل، محيط الشكل، محور تماثل الشكل. الشكل ده بقى ممكن يطلع لي مربع مستطيل معين، ممكن يطلع متوازي، ممكن يطلع مثلث، في اشكال كتير قوي لازم نبقى نفتكر مع بعض محيط اي شكل وعدد محاور تماثله او مساحته، الكلام ده كله عشان ممكن يسال فيه. اول سؤال ممكن يسالني فيه اللي هو احسب طول ا ب، عايز طول ا ب، عندي طريقتين واحنا هنعمل الاثنين. اول حاجه ا ب، هعتبر ان دي نقطه ا ودي نقطه ب، وما ما بينهم كده في خط مستقيم، يبقى انا اقدر اجيب طوله ان انا اعد، اديني هعد اهو الايه الوحدات زي ما كنت بعمل وانا صغير، اعد 1 2 3 4 5 6 تمام. او طريقه تانية ان انا مادام عايز طول يبقى هي المسافه بين ا وب هي القيمه المطلقه للفرق ما بينهم، ادي القيمه المطلقه، اجي ابص على الزوج المرتب بتاع الالف وبتاع الباء هلاقي ان انا عندي السينات هنا 5 والسينات هنا 5، يبقى انا عشان اجيب طول اي نقطه لازم يكون يا اما السينات ثابته يا اما الصادات ثابته. يعني ايه السينات ثابته او الصادات ثابته؟ يعني هنا 5 و5، يبقى انا خلاص كده السينات ثابته، يبقى انا واقف عند نفس المكان عند السينات، يبقى انا ابدا اشوف ايه الفرق بين الصادات، لان انا لو جبت فرق السينات هيبقى 5 ناقص 5 هيبقى بصفر، مفيش طول ايه بصفر الا لو كانت نفس النقطه. يبقى انا هبدا ابص على ايه الصادات، عندي 4 وسالب 2، خلاص يا مس 4 ناقص 2 بيساوي 2، لا طبعا، لان انا قلت ايه قيمه مطلقه للفرق ما بينهم، يبقى انا بكتب القيمه المطلقه وبعمل اشاره ناقص ايه في النص، واكتب ال 4 واكتب السالب 2، سالب سالب 2 هتطلع ايه زائد 2، يبقى 4 زائد 2 كام؟ 6، عديناهم 6 وحدات وطلعوا بالقيمه المطلقه ايه 6 وحدات. طيب المثل هنجيب ج د هتبقى هي هي ج د، ادي ج كقيمة مطلقة سالب 3 و4 ودال كزوج مرتب سالب 3 و4 ودال سالب 3 و2، ده سالب 3 وده سالب 3، يبقى خلاص انا هبص على الصادات، عندي 4 وسالب 2 هي هي هتطلع 6 وحدات. طيب نيجي نجيب هنا طول ج د او طول ا ج، طيب اجي ا ج هعمل واحدة من الطرق ان انا هفضل اعد ايه عدد الوحدات على الرسم، طلعوا هنا ايه 8 وحدات. طيب كقيمة مطلقة نبدأ نبص على النقطة ألف والنقطة إيه جيم كزوج مرتب، عندي ده 5 وسالب 3 مختلفين، عندي ده 4 و4، مادام 4 و4 ثابتين يبقى أنا أرجع إيه للمختلف اللي هو السينات، يبقى أنا الصادات هي اللي كانت ثابتة، 5 وسالب 3 بحط القيمة المطلقة وأحط الناقص إيه في النص، حط هنا 5 وحط هنا سالب 3، سالب 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 3 اللي هي موجب 3، 5 زائد 3 8، القيمة المطلقة ليها 8 اللي هي طلعت زي ما احنا عدناها. اعمل الطريقتين عشان اتاكد طريقتي صح ولا غلط، هعمل ب د هتطلع برضو 8 وحدات، لما يكون عندي كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول هيطلع ده شكل ايه مستطيل، يبقى انا ده شكلي عندي مستطيل، مساحة المستطيل عبارة عن ايه طول في العرض، الطول عندي 8 والعرض عندي 6، يبقى 6 في 8 ب 48 وحدة مساحة، وما انساش لما يكون عندي مساحة بكتب جنبها وحدة مساحة، لو طالب طول او محيط بيبقى وحدة طول، وان شاء الله نتقابل في دروس تانية.